أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن. وهذا فيه القسم من غير مستقسم، النبي عليه الصلاة والسلام يقسم والصادق المصدوق، ولم يطلب أحد لذلك. وأيضا فيه من فوائده أن القسم يكون بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والله وبالله وتالله، هذا القسم يكون بذلك. ولا يجوز القسم بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. لا ينقص مال من صدقة. أيوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من فوائد هذا الحديث أنه كلما تصدقت كلما زاد المال. لا ينقص مال من صدقة. فتصدقوا. أيوة. فقال ثم بعد ذلك قال فتصدق، والأمر هنا يدل على الاستحباب. الأمر هنا يدل على ماذا؟ لأن الصدقة مستحبة. الصدقة هنا مستحبة. نحن نتكلم عن الصدقة الواجب وهي ماذا؟ الزكاة. هذا حق واجب لابد أن تخرجه، لكن المقصود به هنا الصدقة ماذا؟ الصدقة المستحبة. ولذلك الصدقة سميت بالصدقة لأنها تدل على صدق مخرجها، تدل على صدق مخرجها، ويدخل فيها القليل ويدخل فيها الكثير. سبق درهم 100,000. أهم شيء في إخراج الصدقات هو أن يكون لله خالصا. أيها الكرام الفضلاء، ربما الإنسان يتصدق بمال كثير لكنه يكون فيه مرائيا فيحبط عمله، ويتصدق بقليل ولكنه يكون فيه مخلصا فيبلغ ويربيه الله كما يربي أحدكم فلوه. نعم. ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. ولذلك النبي قال: ثلاثة أقسم عليهن، ما نقص مال من صدقة، في حديث آخر: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وإحنا كنا يدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء. وهذا من فوائده أن عبادة العفو ترفع من قدر الإنسان. وانظر إلى جمال هذا، لأن المجتمع، مجتمع العرب، مجتمع يجلد الظهر، فإذا عفوت عمن ظلمك قالوا خايف وعرفت للآن أيوة ذلك إلى غير ذلك. فالنبي وضح هنا أن ما يقوله الناس ليس صحيحا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما يعفو إنسان عن إنسان إلا أن الله عز وجل يعزه ويرفع قدره تبارك وتعالى. نعم. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. نعم. وهذا من فوائده أن الإنسان لا يسأل ولا يكثر من السؤال، ولا يفتح باب مسألة. وقيل هنا المسألة مقصود بها مسألة العلم، قالوا لا، المسألة المقصود بها مسألة غير العلم، كمسألة المال والدنيا لمن يستكثر. وهذا لا تعارض مع حديث قبيصة عند مسلم: إن المسألة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. والإنسان يجوز له أن يسأل إخوانه ما يريد، وإن ترك عفو ذلك رجاء ألا يفتح باب مسألة مستكثرا. المنهي عنه هنا أن يبحث باب المسألة وهو إيش؟ يستكثر. ولذلك عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة كد يكده العبد في وجهه. وعند الترمذي أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يسأل الناس تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. كما ترون هو ما يسمى التسول، إن الإنسان يأتي ويتسول وهو في الحقيقة قد أغناه الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان إذا سأل لحاجة فلا حرج في ذلك، كما جاء قبيصة وسأل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المسألة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: على الذين يعانون من تحمل حمالة، يعني شيخ قبيلة وتحمل الدماء، تحمل الديات، هذا يعان. أو إنسان كانت له تجارة فأصابته جائحة فاجتاحت
مالهم هذا يعان، أو إنسان كان عزيزا فافتقر حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ثلاثة يشهدون أنه فعلا هذا الرجل أنه كان كذا وصار أمره إلى كذا. وأيضا من فوائد هذا الحديث أيضا أن أيضا أهل اليسار يتفقدون المحتاجين من المسلمين بالنفقة والعطية والإعطاء. وأنتم تعرفون القصة المشهورة في ذات في مجتاب النمار في الصحيح، لما أتى أناس غالبهم من مضر، مجتاب النمار يعني يلبسون النمار هذه التي تكون من الجلود يغطوا بها أجسادهم، وظهرت عليهم الفاقة حتى تمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا الناس إلى الصدقة الحديث. نعم.